في ظل الفراغ الرئاسي الذي دخل أسبوعه الثاني، وفي ظل غياب حكومة كاملة الأوصاف، ووسط أوضاع اقتصادية واجتماعية ومعيشية متدهورة، كثرت التحذيرات والمخاوف على الوضع الأمني. لكن العديد من رسائل التطمين رصدت على لسان مسؤولين كبار على المستويين السياسي والعسكري. فرئيس مجلس النواب نبيه بري أكد أمام وفد نقابة الصحافة أن الوضع الأمني في لبنان محصن. بالنسبة للأوضاع الأمنية فالرئيس مرتاح ويعتبر أن لبنان محصن، واللبنانيين أصبحوا يملكون من الوعي إلى عدم الانجرار والانزلاق في الفتن. وقبل الرئيس بري أكد قائد الجيش أن الوضع الأمني ممسوك، وذلك خلال اجتماع عقده قبل أيام مع أركان القيادة وقادة الوحدات الكبرى والأفواج المستقلة. ممنوع الإخلال بالأمن، وممنوع حدا يمس بالسلم الأهلي، هيدي من الثوابت لقلنا نحن. فراغ الرئاسي يلا إن شاء الله ما يطول، ما رح نسمح لحدا يستغل الوضع الأمني، ما رح نسمح لحدا يستغل الوضع السياسي والاقتصادي، وما رح نتهاون مع حدا. بأكد لكم أنه الوضع الأمني ممسوك، حماية البلد هي مسؤوليتنا. بالسابق ما قبلنا أي مس بالأمن والاستقرار، ولا نحن نقبل هلأ ولا بعدين. الوضع الأمني حضر في اجتماع لمجلس الأمن الداخلي المركزي عقد برئاسة وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي. وبهيدي الفترة وزارة الداخلية وكل الأجهزة الأمنية والعسكرية عم تقوم بواجباتها لحفظ الأمن والنظام، لأنه الأمن والنظام هو مطلب للمواطنين، كل المواطنين. خلي الكباش أو الجدال أو النقاش السياسي بعيدا عن أجواء التوتير التي قد تكون أو التي كانت تؤدي إلى أحداث والتي تضر بالأمن. نحن منأكد على حرية الإعلام، نحن بوزارة الداخلية منأكد على حرية الوسائل الإعلامية وعلى حماية الوسائل الإعلامية بأشخاصها وبممتلكاتها. بالنسبة لما ما يحصل على داخل أو على أبواب المصارف، الجهات الأمنية يمكن استجابة لما كنا قررناه بمجلس الأمن الداخلي مركزي سابق عم تقوم بواجباتها بكل جدية وبكل دقة، ومثل ما إذا بقدر أقول ميزان ذهب. مولوي أعلن أن شعبة المعلومات تمكنت خلال العام 2022 من توقيف 8 خلايا إرهابية.